الميكروبيال ديجريديشن اللي موجودة في الفاجولايسوزوم بتحدث بطريقتين، يا إما هتحتاج أكسجين يا إما أكسجين اندبندنت ما بتحتاجش الأكسجين. In addition to الفاجوسيتوزيس عندي الماكروفيج سكريت نمبر من الكومبوننت انسايد ذا الاكسترا سيلولار سبيس زي السيتوكينز زي مثلا الانترلوكين 1 او تيومر نيكروتيك فاكتور، الكومبلمنت كومبوننت، الهيدروليتيك انزيم، كل دول able to process and present antigen in association with class 2 major histocompatibility complex molecule. طب لو عملت مقارنة comparison to النيوتروفيل، الماكروفاج هلاقيها longer lived not die after dealing with the pathogen، ما بتموتش بعد ما بتقضي على الباثوجين، تبقى larger طبعا الديامتر بتاعها من 25 ل 50 مايكرومتر، enabling الفاجوسيتوزيس of larger target move and phagocytose more slowly، ريتين بيحافظ لي على الجولجي ابريتس والراف اندو بلازميك ريتيكولم علشان سنسسايز للنيو بروتين انكلودنج اللايسوزومال انزيم وسكريتوري برودكت، سكريت فاريتي اوف سبستانس، كان اكت انتجن بريزنتنج سيل. يعني ايه بقى antigen presenting cell او الـ APC؟ هي عبارة عن cell that display الـ antigen bound by the major histocompatibility complex MHC protein on its surface. البروسيس دي عبارة عن antigen presentation، طبعا هي professional antigen presenting cell include الماكروفيج A vital for effectively adaptive response as the functioning of both cytotoxic or helper T cell is dependent on the antigen presenting cell. يبقى هي شغالة في الماكروفاج وشغالة كمان في عائلة ال T cell سواء كانت cytotoxic أو helper cell. طب ايه هو ال major histocompatibility complex؟ هو group of genes that code for protein، يبقى هو عبارة عن بروتين found on the surface of the cell help immune system recognize the foreign substance. Class 2 molecule وده اللي انا interest به restricted to the cell of the immune system سواء كانت macrophage او lymphocyte. في الهيومن ممكن اسمي الميجر هوست كومباتيبلتي 2 ده هيومن ليوكوسايت انتجين او HLA system. الماست سيل والبيزوفيل، الماست سيل والبيزوفيل هم عبارة عن ايه؟ هو similar function found in different location. بالنسبة لي البيزوفيل بيبقى اقل من 1% من circulating white blood cell، لكن الماست سيل resident in the tissue يعني قاعدة في التشو. Population of differentiated basophil. ال high concentration of الماست سيل are found close to the blood vessel في ال connective tissue وال skin وال mucosal membrane. The small number من ال basophil in the circulation more commonly associated with the epithelial surface بتعتبر كmast وبالتالي have a role in the immunity to ال parasitic infection. يبقى هي مهمة في ايه؟ في ال parasitic infection and enhancing or enhances of the inflammatory response. The mast cell function is عبارة عن ايه؟ discharging their granule content، يعني بتعمل تفريغ للحبيبات اللي موجودة عندها. عملية degranulation ديت بتتم ازاي؟ triggered by cross linking مع ال higher affinity receptor for the FC portion of the IgE. الIgE لو انتوا عارفين الانتي بودي بيبقى له منظر معين كده، فالتيل بتاعه بيبقى ال FC او الفراجمنت كريستال نايربول ريجون. عملية الكروس لينكج ده بيؤدي الى ايه؟ بيؤدي الى influx of the calcium ion into the cell which induce release of the pharmacologically active mediator from the granules.
الماست سيل اكتيفيشن هتعمل لي ريليز لليوكوترينز which attract the xenophil to the site of the worm infection. الورم طبعا اللي هي الديدان، يبقى في الماست سيل دلوقتي شغال على ايه؟ على الورم انفكشن. This play an important role in the development of an episode of type 1 hypersensitivity. يبقى يحفز ان هو يعمل hypersensitivity من النوع الاول، وبالتالي الماست سيل والبيزوفيل بيبقوا بروفايد في الايرلي فيز ريسبونس. بعد كده الايزينوفيل مديت الليت فيز ريسبونس اللي بيسمى بالالرجيك ريسبونس او تايب 1 هايبر سنسيتيفيتي رياكشن. الايزينوفيل كومبرايز 1-3% من سيركوليتنج وايت سيل، بيبقى موجود في التشو. طبعا هي امبورتنت ديفنس اجينست البارازايت، كوز دامج للاكسترا سيلولار دي جرانيوليشن. الجرانيولز بتحتوي على ايه؟ ميجور بيزك بروتين، كاتيونيك بروتين، بيروكسيديز، والبورفورين لايك مولكيول. البيروكسيديز وظيفته ان هو جنريت الهايبو كلوراس اسيد. الميجور بيزك بروتين بيعمل دامج للبارازايت اوتر سيرفيس والهوست تيشو. الكاتيونيك بروتين بيعمل لي او بيعتبر كنيورو توكسين، يعني بيعمل دامج للبارازايت نيرفوس تيشو، بيساعد في عملية الفاجوسايتوزيس. وبكده اكون انهيت معاكم محاضرة النهاردة، يا رب تكون خفيفة ولذيذة عليكم. اتمنى يا شباب ان احنا نذاكر اولا باول عشان ما تركمش علينا المعلومات العلمية. شكرا يا شباب.